نطلع لفاصل ونشوف في مشهد في المساء نرجع بعد الفاصل. علاقتك بالمجني عليها يا حمدي؟ ما اعرفهاش يا باشا، انا شفتها مره واحده بس، كانت جايه مع الست والدتها فرح اختي. يعني مش انت اللي عملت فيها كده يا باشا؟ يا باشا دي بنت ما كملتش 16 سنه يا باشا، اعمل فيها ايه؟ ما تقولوا كلام اتعقل يا باشا بقى، ولا هو تستيف قضيه وخلاص يا باشا زي ما رمزي بيه قال؟ رمزي بيه هو اللي قال لك كده؟ اه يا باشا، قال لي دول ناس اكابر ولازم القضيه تتقفل باي طريقه، وهيسلموني يا باشا ولبسوني القضيه. يا ابن الكلب، واشمعنى انت بقى؟ ليه مش حد تاني؟ حظي بقى يا باشا عشان مسبوك عليا، عشان الهانم تعرف اختي. متشغلش بالك يا حمدي، ان شاء الله حقك هيجيلك، مفيش حد بيتظلم هنا. يا باشا اقسم بالله انا ماشي زي الفل يا باشا، واسال عني في المنطقه، بقالي 6 سنين سعادتك ما سبتش فرض ربنا في الجامع. معالي النايب في شهود بره يا معالي النايب شاهدين على الكلام اللي بيقوله حمدي ده، سعادتك استدعيهم واسمع شهادتهم معالي النايب. انت بتشتغل ديليفري يالا؟ اه يا باشا بشتغل ديليفري، يعني امين وبدخل بيوت الناس، ولو في مره واحده اشتكت مني ان انا بصيت لها بصه كده ولا كده سمح الله، اعملوا فيها اللي انتوا عايزينه. ارجو يا معالي النايب اثبات التقرير الطبي بتاع موكلي واثبات حاله موكلي وتوجيه الاتهام للمقدم رمز الطحان والامين وحيد اللي اجبروه على الاعتراف فندم واعتادوا عليه. لا على فكره دي حركه قديمه، وانت كده بتحاول تعطل القضيه. يا فندم كل اقوال المتهم تطابق كل اللي جه في المحضر. تعطيل يا استاذ، دي فيها عشماوي. بعد اذنك يا معالي النايب، الاستاذ حاضر بصفته محامي، ما يتدخلش في سير التحقيق بعد اذنك يا باشا. حازم كده انا مش عارف اشتغل. اسفين يا فندم، اتفضل. حمدي ما قولك فيما هو منسوب اليك انك قمت بمواقعه انثى قاصر بالاكراه وبعد كده قتلتها عمدا؟ ما حصلش. يعني انت يوم الحادثه ما رحتش اكتوبر ولا الشيخ زايد؟ لا باشا سعادتك انا ما خرجتش من المهندسين والزمالك، مستعد احلف على كده. كان معالي النائب بعد اذن معاليك انا عايز اضم المحضر ده لملف القضيه، لان انا طلبت من رئيس المباحث ضمه وهو تجاهل طلبي. وده بخصوص ايه؟ ده معاليك يا فندم محضر ضد السيده نادى وصفي، لانها اعتدت على اخت موكلي واجبرتها على الاعتراف باشياء غير حقيقيه. غير حقيقيه؟ مدام ندى قلنا ايه؟ لا لحد كده ومش هقدر اسكت. بيقول ان انا خليتها تقول حاجات مش حقيقيه. لعلم سيادتك اخته اعترفت عليه، قالت ان هو جه البيت قبل كده ووصلها، يعني عارف المكان، وكان كمان عارف ان يوميها عندها اجازه. يا فندم سجلت الحاجات دي بدون اذن نيابه، وتم مواجهه موكلي في الاسم بالتسجيلات دي يا فندم. هو يجوز يا فندم، يجوز يبقى في تسجيلات بدون اذن نيابه؟ ما ينفعش يا مدام انت مش عارفه ان ده دليل ادانه ضدك. هو الاستاذ حازم ما قالكيش ده استاذنا؟ لا ندى، لكن انا لما عملت كده ما فكرتش اذا كان قانوني ولا مش قانوني. حضرتك انا ملياش في القانون، لا بفهم في القانون ولا في اجراءات ولا في محاضر ولا في اي حاجه من اللي انتوا بتقولوها دي. انا ام قلبها اتحرق على بنتها اللي ماتت من غير اي ذنب، واللي عمل فيها كده الواطي الحيوان اللي واقف قصادك ده. يا معالي النايب بعد اذن سعادتك اثبت الشتيمه دي في المحضر، انا هعمل محضر سب وقصف ضدها. اثبت اللي انت عايزه، انا خلاص ما عادتش فارقه معايا، بقيت مستبيعه. ندى اهدي شويه، مش هينفع كده. انا مش هقدر غير لما اقول كل اللي جواي. سيبها يا حازم بيه، اتفضلي خليها تقول اللي هي عايزاه. الواد ده هو اللي قتل بنتي بعد ما اغتصبها، وانا عرفت قبل اي حد حتى البوليس، وكان عندي حق. هو نفسه اعترف، لكن دلوقتي بقى رجع يغير اقواله ان هم عذبوه وضربوه. كل ده كلام ما يصدقش، ولو سيادتك خدت بيه تبقى بتظلمني انا، وبتظلم بنتي اللي ماتت من غير اي ذنب، عشان واحد حيوان زي ده قرر ان هو يحرمني منها طول العمر. ولو خرجته هيعمل كده تاني، ممكن يعمل كده في بنتك او في اختك او في بنت اي حد. انا قلت كل اللي عندي، انا عايزه بس عدل ربنا، عدل ربنا، عدل ربنا، واشوف انت هتعمل ايه. اقسم بالله يا باشمهندسه انت ظلمان. انا ظلمك يا ابن الكلب؟ ندى 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 حازم بيه يا ندى. بس انت في نيابه. بس حازم بيه اتفضل اطلع بره كده. اتفضل اطلع بره.
انا هسكت لك بس عشان خاطر الباشا رئيس. اخلص يا انت بس يا معالي النايب. بعد اذن عليك انا عايز اثبت كل اللي حصل ده في حضره التحقيق. بعد اذنك يا معالي النايب. انا عاوز اعرف ايه اللي انت عملتيه ده. هو ده اللي اتفقنا عليه. بقول لك ايه يا حازم، انا مش عايز اسمع ولا كلمه. انا في اللي مكفيني ندى. اللي انت عملتيه ده ممكن يبوظ لنا القضيه كلها. تبوظ ولا تروح في 60 داهيه، انا خلاص ما بقتش فارقه معايا. طب اهدي بس اهدي. اهدى ليك حق. ما هي لو كانت بنتك من لحمك ومن صلبك ما كنتش قلت الكلام ده، ما كنتش خرجت من الاوضه دي غير وانت شق نصين. انت بتتكلمي بجد؟ اوعي تكوني فاكره ان ريم دي بنتك انت لوحدك. غدا انت بتعيطي ليه؟ مش انا من نوع يعني بقالي كتير ما اتفرجش على نفسي. اول مره السنه دي اتفرج على نفسي واحس ان في حتت كده لما بشوفها تاني بحس ان انا ما بتفرجش على غاده، بحس ان انا بتفرج على ده فعلا. وبعدين ساعات كده بتوجع يعني عشان انا ام وعندي بنات فغصب عني ساعات بفكر ان ده موقف صعب قوي قوي. أنا ممكن كده أكسر ولا خلونا نطلع على فاصل.